وقول بعض الناس بأن الرجال لا يبكون هذه جملة تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى فاسد. أما معناها الصحيح فإذا كان الرجال الأقوياء الأشداء لا يبكون في المواقف مواقف الرجولة فهذا صحيح، لأنني ذكرت قبل قليل كما ذكر ابن القيم بأن هناك نوع من أنواع البكاء، بكاء الخوف، بكاء عفوا الجبن والخور والضعف، وهذا مذموم، هذا مذموم، ولذلك الرجال هم أصحاب المواقف. أما إذا قصد بأن الرجل لا يبكي مطلقا فلا شك بأن هذا مردود. فسيد الرجال من هو؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الخلق، سيد الرجال، كان يبكي من خشية الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يبكي رقة ورحمة صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان يبكي أيضا خوفا من عذاب الله عز وجل أن ينزل على أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يحرص الإنسان أن يبكي، فإن لم يستطع فليتباكى في الخلوات حينما يخلو بربه سبحانه وتعالى، يبكي على خطيئته وعلى تقصيره، وهذا البكاء فيه أجر كبير وثواب عظيم. فعين بكت من خشية الله لا تمسها النار كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.